السلام عليكم. محاضرة اليوم هي الجزء الثاني من حديثنا عن عمارة ما بعد الحداثة. اليوم نتحدث عن توجهين مهمين في هذه العمارة، هما العقلانية الجديدة والواقعية الجديدة، وكيف طرح هذين التوجهين مفهومي النمط والطراز في عمارة ما بعد الحداثة. سبق وأن أشرنا إلى أن عمارة ما بعد الحداثة بشكل عام تتعدد فيها الاتجاهات بكثرة، وتختلف تقسيمات هذه الاتجاهات من منظر إلى آخر، من ناقد إلى آخر، ولكنها تجمع بمجملها على توجهين. عمل الأول باتجاه الحداثة والعودة أو الاستمرار بالعمل مع التكنولوجيا الحديثة وتصحيح مسار الحداثة وأخطائها، في حين ارتبط التوجه الثاني بالماضي والعودة إلى التاريخ وأهمية أن نعود للتعامل مع الرموز والدلالات في إبداع الشكل المعماري ما بعد الحداثوي. بشكل عام توجهي الواقعية الجديدة والعقلانية الجديدة يشتركان في كونهما قد طرحا قضية الإرث الحضاري ودور العمارة في التعبير عنه ونقله، بافتراضهم بأن تاريخ إنتاج الشكل المعماري هو تاريخ قائم على تطور النواحي الدلالية في هذا الشكل وقدرته على أن ينقل المعنى من خلال نظام من الرموز. وهذا النقل قسم إلى جانبين: النقل الروحي والنقل الفيزياوي. يعتمد النقل الروحي على نقل سلسلة من المفاهيم والثوابت التاريخية، في حين يعتمد النقل الفيزياوي على نقل الجانب المادي، ويكون التعامل معه بمنهج تجريبي. كلا الجانبين، سواء كان التعامل مع التاريخ بالمستوى الروحي أو الفيزياوي، لا يقتصر في تاريخ العمارة وجوده على فقط في عمارة ما بعد الحداثة، وإنما يمكن أن نجده في فترات تاريخية سابقة في العمارة بصورة عامة. هذا التوجه إلى العودة نحو طرح مفردة التاريخ والتعامل معها في عمارة ما بعد الحداثة جاء من نقدها لعمارة الحداثة في قصور العمارة السابقة على المستوى الجمالي وعلى مستوى تنظيم المدينة، وهو الجانبين اللذين برزا بشكل واضح في عمارة ما بعد الحداثة من خلال تركيز مجمل توجهاتها على إعادة النظر وتقوية هذين الجانبين من خلال طرحها لمفاهيم مثل rhetoric of style ومفاهيم الكونتكست أي السياق. ما بعد الحداثة من حيث إبداعها للشكل المعماري هي تعتمد على ثلاثة مفردات أساسية يمكن أن نجدها أو نلخص مجمل الطروحات ما بعد الحداثوية في هذه المفردات الثلاثة. هذه المفردات أو ما يمكن تسميتها بالقضايا المعرفية themes هي المعنى، التاريخ، والمكان. المعنى يقودنا إلى طرح مفاهيم بالسيميائية والدلالية والعلامات في العمارة، في حين مفردة التاريخ تقودنا إلى طرح مفاهيم مثل النمط والطراز اللي تتناولها هذه المحاضرة. التواصل مع التاريخ بالنسبة لهذا التيار، تيار العودة إلى التاريخ، يتضمن فكرتين أو مفهومين: أن يتم التواصل مع التاريخ من خلال فكرة النمط، وذلك من خلال النظر إلى التاريخ بأنه أشكال مستقلة، وبأن العلاقات ضمن هذه الأشكال هي علاقات فكرية. أما فكرة الطراز فهي تنظر إلى التاريخ باعتباره خزين من الصور، وبالتالي فإن الشكل هو عبارة عن علاقات فيزيائية. ففي حين العقلانية الجديدة تعتمد على لغة معمارية فيها استقلال نسبي للنظام المعماري، لغة تعتمد على الاستعارة المجازية والمفاهيم التاريخية، أيضا تؤكد على أن التواصل يتم على الأنماط الأساسية كونها هي المبادئ الأولى في العمارة، وتسير أو تهدف إلى أن تبدع بنية شكلية تعتمد على
الاهتمام بالتاريخ كنموذج لبناء معماري يؤثر في تشكيل المدينة بالمستوى السياقي، وبالتالي فهي تؤكد على فكرة أن المبنى له أهداف دلالية ناتجة بين من العلاقة بين العام والخاص، الجديد والقديم، وكذلك العلاقات الشكلية بين الكتلة والفراغ. في المقابل نجد ما يتعاكس مع هذا الطرح لدى الواقعية الجديدة، حيث نجد أنها تعتمد على التجريد الشكلي لتحقيق الربط مع قيم الماضي الموروث والحاضر المعاصر، معتمدة في ذلك على أنها تتواصل مع الطرز والرموز التاريخية المتوارثة لأجل أن تبدع عمارة تتسم بأنها عمارة واجهاتية تعتمد على استثارة المشاعر من خلال الرموز والاستعارات التاريخية الواضحة والمباشرة. فهي تعتمد في تحقيق ذلك على تداعيات المعنى اجتماعيا وثقافيا، وهذا يتطلب أنه هي تتعامل مع الشكل التاريخي كشكل مادي ونقل وتكرار حرفي، عكس العقلانية الجديدة اللي تعتمد في تداعيات المعنى على البنية الشكلية العميقة والنمط الأساسي، وممكن أن تضيف له أو تتعامل معه من خلال لغة معمارية مستقلة تطرح تصورات جديدة لهذا الشكل التاريخي السابق. مفهوم النمط بالعمارة هو ليس مفهوم جديد مثل ما قلنا، يعني مو من إبداعات ما بعد الحداثة، وإنما هي أعادة طرحها من جديد، فهو يظهر في أدبيات العمارة منذ نهايات القرن 18 من خلال كتابات كواترمي دي كوينسي اللي تحدث بها عن النمط، وقدم أيضا تعريف للنمط بأنه شيء يظهر أقل ما يمكن من التفاصيل، يعني ينطينا تصور عام، هو ليس نسخة، هو ليس محاكاة تامة لشيء سابق، وإنما هو idea، فكرة عن هذا الشيء السابق، وليس موديل، يعني ليس نموذج متكرر للشيء المتحقق سابقا. أعيد طرح مفهوم النمط من خلال دورنت في المعمار دورنت في القرن 19 من خلال جيومتريك ستدي اللي قدمها حول الأنماط المعمارية السابقة، في محاولة أنه أيضا يعيد استخدامها، ولكن استخدامه إلها كان يعني باعتباطية كبيرة، ما اقتصر بالنمط على فترة زمنية معينة أو حضارة معينة، وإنما كانت المسألة عنده مفتوحة وعامة. هو كان منهجه تجريبي يجيب أنماط مختلفة من فترات وحضارات مختلفة ويقوم بدراستها وتجريب العديد من مناهج تشكيلها وتركيبها حتى يخرج بالشكل النهائي اللي هو معتمده أو بأعماله. في الحداثة أيضا ممكن أن نجد مفهوم النمط بارز من خلال أنها اعتمدت على فكرة الإنتاج الكمي الماس برودكشن كعملية كبروسس للفورم ميكينج لإنتاج الشكل، فبالتالي من خلال الماس برودكشن هي كانت تتعامل مع النموذج المتكرر اللي ممكن يسمح يعني أنه يعاد تكراره بشكل سريع ومتواصل، فالتايب بعمارة الحداثة كان يظهر بمفهوم البروتوتايب، وهذا البروتوتايب ظهر نتيجة أنه هذه العمارة كانت أسسها التصميمية معتمدة أو مستقات من العقلانية والوظيفية rationality and functionalism، في حين أيضا نشوف هذا المفهوم يظهر في كتابات وطروحات لكربوزي وأعماله من خلال طرحه لفكرة التايب دومينو والبلاين لبر اللي هي تعتمد على أيضا المخطط المفتوح اللي ممكن تكراره واشتقاقه إلى ما لا نهاية، وهذا كله في خدمة
فكرة الماس برودكشن، إيش قد أني أقدر أحقق عمارة وظيفية كفؤة وظيفيا، وبالتالي هي تكون فعلا عمارة يعني تنتمي إلى تيار الحداثة. أيضا نشوف أنه مثل ما كانت مفردة النمط، أيضا مفردة الطراز هي ليست مفردة جديدة في العمارة، أيضا نجدها في يعني الفترات الزمنية اللي سبقت عمارة الحداثة، لما كان أكو أيضا هوس بالعودة إلى الأشكال التاريخية وإعادة إحيائها. فالطراز المعماري أيضا كانت أكو محاولات لتعريفه، هو دائما يعتمد على الخصائص والسمات اللي ممكن ملاحظتها وتشخيصها تاريخيا، فبالتالي هو معتمد على أنه الشكل يكون ذو عناصر واضحة، يعتمد على مناهج أو طرق الإنشاء، يعتمد على مواد البناء، يعتمد على الخصائص المحلية اللي تتميز بها المنطقة اللي يظهر بها هذا الطراز. لذلك هو دائما يكون حضوره حضور مادي، ويستدل عليه من خلال سمات وملامح ظاهرية ومادية ملحوظة، وليس مثل النمط اللي معتمد على جوانب وخصائص فكرية. إذا نجي ناخذها بشوية بتعمق أكثر، فإن تيار العقلانية الجديدة ظهر بمنتصف الستينيات أو الخمسينيات بعد الحرب العالمية الثانية، وبشكل خاص في إيطاليا، كونها يعني بدأت تظهر بها توجهات عقلانية تحاول إعادة العلاقة مع التاريخ وإحياء روح المكان. وكانت هذه التوجهات، بما أنها توجهات عقلانية، فقد كان تعاملها مع التاريخ من خلال التجريد الشكلي، وإضافة إلى أنه هي كانت متبنية لموقف محاكاة التقاليد ولكن بمنهجية عقلانية. نشأت هذه الحركة كرد فعل على الحركة الفاشية الإيطالية اللي يعني سادت في الثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، وحاولت أنه كرد فعل على هذه الحركة أن تؤكد على أهمية إحياء التاريخ والموروث الحضاري، وخاصة أعمال المعماريين اللي يرجعون إلى عقلانية القرن الثامن عشر، وأهمية أن نحافظ على مبادئ العمارة من تأثير التكنولوجيا والاقتصاد الجديدين اللي حاولت الحداثة أن تفرضهم على المجتمع في تلك الفترة. فنشوف أنه هذه الفترة، فترة نهاية الخمسينيات ويعني ما بين الخمسينيات والستينيات، هي فترة صراع مشتد بين المعماريين حول كيف يمكن تفسير الرؤى العقلانية للعمارة، وكيف تنعكس ذلك على علاقتها مع التاريخ وروح المكان. فتبلورت عدة تيارات داخل هذه الحركة أو التوجه، تيار ذو موقف ماركسي يروح باتجاه التاريخانية، تيار آخر شوية أكثر تطرفا يقود مانفريدو تافوري متطرف في موقفه من الماركسية، هنالك تيار ثالث وهو التيار الأبرز معماريا، وكان تيار معتدل بقيادة المعماري المعروف ألدو روسي اللي كان متمرد في هذا التيار على ماركسية العقلانيين الجدد، وحاول أن يأخذ موقف يبتعد بالعمارة والنظرية المعمارية عن الجدليات السياسية التي لا نهاية لها، واللي ما كان يسمح أنه يكون لها تأثير على العمارة. بمجملها هذه التوجهات المختلفة في ما بعد الحداثة هي تحاول أن تحقق التواصل الحسي عبر استثارة الذات الملاحظة أو المتلقي، وتحفيزها لتحقيق روح الانتماء والخصوصية المحلية. أيضا كانت هنالك مؤلفات مهمة لألدروسي، هو عمارة المدن بال1966 اللي تحدث بي عن البنية المورفولوجية للشكل الحضري في المدينة، وكتاب جراسي اللي بال67 حول العقلانية الإنشائية في العمارة، ويتحدث به عن المنطق العلمي كمبدأ للتكوين المعماري. بشكل عام
كل هذه رسمت سمات لعمارة العقلانية الجديدة، تتأسس على أنها ترفض فكرة الشكل يتبع الوظيفة، تؤكد على أن النظام المعماري هو نظام مستقل، تهتم بالأشكال الإنشائية للرموز التاريخية، فبالتالي نشوفها متمسكة بمفهوم النمط وإعادة إنتاجه، حيث أنها ترى أن هذا النمط هو عبارة عن الخزين الفكري المجرد والأساس اللي ممكن أن يوفر لي قاعدة عقلانية تسمح لي أن أعيد إنتاج أشكال سابقة، لكن يعني إصدارات أو إنتاج مختلف لتلك الأشكال السابقة دون أن أنتقص من القيمة الأصلية للشكل. فالنمط يوفر قاعدة عقلانية للتصميم بالنسبة لمعماري العقلانية الجديدة. هذا التوظيف للعناصر القديمة كان تعبير عن الشعور بأن هذه الأشكال تمتلك منزلة رفيعة وتمتلك أهمية من خلال ما تتضمنه من قيم المعنى والمرادفات التي تملكها. فلذلك نشوف أنه أكو تحول بالعقلانية الجديدة. هذا التحول كان من أن الشكل يتبع الوظيفة إلى أن الشكل يتبع الذاكرة، وبشكل خاص الذاكرة الجمعية. ألدروسي في طروحاته وأعماله يقدم لنا يعني محتوى مهم لأن نتعرف على هذا التوجه، وأيضا نتعرف على جانب مهم من عمارة ما بعد الحداثة. كان يركز بطروحات المعمارية، ومتأثر هو أيضا بدراسته لتاريخ العمارة، وبشكل خاص تاريخ العمارة من خلال تاريخ المدينة. فلذلك نشوف أنه كان له اهتمام بالنماذج العقلانية لعمارة النصف الثاني من القرن الثامن عشر عفوا، وأيضا عمارة لودو وبولي من معماريي تلك الفترة المعروفين. فكانت لغة المعمارية، لغة ألدروسي، هي لغة مختزلة، بساطة، متطرفة، انطاها مستوى عالي من التجريد ومستوى عالي من الغموض أيضا في تعاملها مع المصادر التاريخية أو المرجعيات التاريخية، واهتمام بالغ بأن يظهر لغة المعمارية بطابع صرحي جديد. لم ينظر إلى التاريخ وفق منهج التاريخانية، وإنما كانت فلسفته بها سمات خاصة ممكن أن تختزل بثلاثة نقاط رئيسية. تعتمد فلسفة ألدروسي على التأكيد على أهمية دراسة المدينة وتاريخها، أهمية الذاكرة الجمعية للمدينة أو للمكان، والنظر إلى أجزاء المدينة بوصفها ثوابت. فبالتالي كان من خلال هذه المبادئ الثلاثة كان يرى بأن النمط شيء ثابت معقد يسبق الشكل وهو مكون له، ويرى بأن النمط يتطور بحسب كل من الحاجة والقيم والأبعاد الجمالية، ويرى بأن تعاملنا مع النمط من خلال هذه الأسس يقربنا أكثر إلى ماهية العمارة. فكانت عمارته اللي دائما هو يسميها الانالوجيكال اركيتكتشر، اللي ممكن نعرفها أو نترجمها بأنها العمارة التشبيهية، دائما هي لغتها مختزلة، تجريد متطرف للمصادر التاريخية، تأكيد على اللغة الصرحية في العمارة، ورغم أنه هذه اللغة مختزلة لكنها ذات دلالات إلى أظهار تاريخ العمارة وروح المكان. ونشوف يعني أنه قدم النمط بأنه ليس الشيء اللي يتكرر حرفيا، وإنما النمط بجانبين، جانب تاريخي وجانب تجريدي، وهذا اللي هو حاول أن يحقق في عمارته الانالوجيكال اركيتكتشر. فهو ينظر من خلالها إلى المدينة بأنها ذات جانبين، جانب ينظر إلها بأنها سلسلة من الأشياء والشواخص المؤثرة اللي يجب أن تستثمر من خلال الذاكرة في التصميم، الجانب الآخر ينظر لها بأنها analogical object، حيث تعيش الذاكرة الجمعية وتصمد في جمود يصفه بأنه جمود سريالي خالد لكنها قابلة للتغيير.
الجانب الأول غير قابل للتغيير عام وشمولي، في حين الجانب الثاني هو جانب أكثر مرونة قابل للتغيير والتعديل وإعادة الطرح دائما بطرق جديدة. هذه يعني استعراض لبعض أعمال ألدو روسي. هنا أنا يظهر هو في أحد المباني التاريخية القديمة، هذه أيضا واحد من أعماله في ميلان بالفترة 1973، وهذه مشروع المقبرة الشهير اللي استمر من 1985، لقطات داخلية لهذا المشروع. أما الواقعية الجديدة فهذه العمارة أيضا ظهرت في فترة الستينيات، وكانت بداية يعني أو نتيجة لبداية الصراع ما بين حركات مثل الميتابوليزم والبروتاليزم والأرتشغرام، فبدأ يظهر تفكير منظوماتي ممنهج تصميميا يحاول أن يقود إلى انتقائية تعتمد على مفاهيم تجريبية في إعادة بناء العمارة، في إعادة توارث الأشكال المحلية والعناصر المنفردة اللي تجد أنها مؤثرة حسيا وبصريا. فبدأوا يطلعون شعارات مثل less is more form، يعني ضد الform follow function، ضد الornament is not a crime، فيحاولون أن يفندون شعارات الحداثة. بشكل عام هذا التيار يدعو إلى التكامل الحضاري بين العمارة وكل التقاليد السابقة لتحقيق الانتماء المكاني والزماني والتواصل التاريخي، التواصل الحضاري معتمدة على العودة إلى التاريخ، معتمدة على التكامل مع السياق الحضاري. فكانت تستثمر أو تحاول أن تؤسس لها قيم على دور الذاكرة، التاريخ، الطرز التاريخية السابقة، كونها قيم إيجابية في ابتكار شكل معماري جديد. فبالتالي هذه التجريبية استمرت تنشر مفاهيم مثل التعددية والكثرة والشك في اليقينيات اللي جاءت بها الحداثة، ونجدها تبلور لاحقا في حركات مثل الحركة التفكيكية. لذلك من سماتها وأيضا كانت اتهامات توجه إلها من المنتقدين بأنها عمارة انتقائية بشكل متطرف تعتمد الاستعارات التاريخية، عمارة هجينة تعتمد مبدأ الازدواجية الظاهرية والدلالات ذات الترميز المزدوج اللي سبق وأن احنا يعني أشرنا لها لما حكينا على لغة ما بعد الحداثة. تحقيقها للتواصل الحسي مثل ما ذكرنا كان من خلال تحقيق أو التحفيز على كيف نحقق روح الانتماء وكيف نحقق الخصوصية المحلية. في هذا التيار التحول كان من مفهوم التصميم كحل رياضي أو حل وظيفي إلى أنه أنظر إلى التصميم على أنه تواصل، فبالتالي هذا التواصل يتطلب من عندي لغة وحوار مع المتلقي، فلذلك اعتمدوا بشكل كبير على التواصل بالأشكال التاريخية الواضحة والمباشرة واستثارتهم لتداعيات الذاكرة مع الشكل والمعنى. أبرز الطروحات هي كانت للمعماري اللي يعتبر من مؤسسي ما بعد الحداثة اللي هو روبرت فينتوري من خلال أشهر مؤلفاته التعقيد والتناقض في العمارة، بنفس الفترة اللي روسي طلع بها كتابة عمارة المدينة. كان فينتوري يوضح أنه أفكاره اللي هي أفكار الحركة تعتمد على مبادئ التعقيد والتناقض بديلة للبساطة والتوافق، أهمية الأجزاء ضمن الكل، أهمية الغموض والتشكيك بدلا من الوضوح واليقين، في محاولة منه إلى أن يشكك بعقلانية الحداثة. وأيضا هو يبدي يختلف عن العقلانية بها عن العقلانية الجديدة. بدلا من العمارة العالمية الشاملة هو يدعو إلى العمارة المحلية الخاصة، ويشوف أن التعقيد والتناقض هو سمة أصيلة في العمارة
ماكو عمارة ما بيها تعقيد وتناقض، وبالتالي هذا يساعد على أن يعطيها غنى في المعنى وغموض في المعنى، وبالتالي هو بدلا من أن تكون يعني تجريدية ويعني أحادية اللغة مثل ما كانت الحداثة. هنا نشوف شلون كان التحول في العمارة يختزل بهذا الشكل التجريدي من ما بعد الحداثة إلى فترة الحداثة إلى ما بعد الحداثة، عفوا ما قبل الحداثة والحداثة وما بعدها، شلون ما بعد الحداثة هي تركيب من كلا الاثنين معا، التكنولوجيا الحداثة والشكل التاريخي لما قبل الحداثة. أيضا طروحات فنتوري كانت معتمدة على المعنى والرمز المباشر والواضح، فمن أني عندي محل لبيع الدونات بالتالي أني أحط له رمز دونات، من عندي مكتبة أني أرمز لها مباشرة بالمكتبة، وهذه كانت من ضمن يعني طروحات الفكرية اللي يحب يطلع عليها بمصادر أخرى. بالنسبة إلى كان التصميم أو فلسفة التصميمية معتمدة على الانتقائية، معتمدة على الجمع بين عناصر غير متوقع الجمع بها أو بطرق جمع غير متوقعة، دائما يعتمد على الأيقونات الحضارية والثقافية، وهو بالضبط من كل التوجهات اللي كانت تتبناها الحداثة في أن تختزل التعبير وأن تختزل المعنى وأن تلغي التاريخ والرموز. هذه أيضا من أعمال المعماري روبرت فنتوري، وهذا واحد من أبرز أعماله اللي يطلع بها الأيرونيك كولوم، اللي هنا أسلوبه هو تهكمي أو ساخر من العناصر التاريخية، يحاول أنه يبالغ بتغيير شكلها الظاهري. هذا واحد من أعماله المبكرة المهمة جولد هاوس بال 1964، اللي نشوف بها يعني أسلوبه في التعامل مع الجانب التاريخي أو الأشكال والرموز التاريخية، وكيف هو يحقق من خلال الجمع بين هذه التكوينات، يحاول أن ينطي شكل زخرفي بطريقة